اليوم بنجرب شاي سعدون، يلا بينا. انا حدي بتاخر على ابو سعيد ولازم اروح للحين، ويا دوب في وقت علشان نسوي الشيء اللي نبيه ويمدينا نستانس بالوقت اللي يبقى لنا. الحراره 47 الحين، الساعه 10 الصبح. هلا ابو سعيد. هلا بالعود. صارت درب، شكله درب. اليوم وين رايحين؟ خفجي. اربع ساعات ونص خبر. صح؟ راح الخبر ولا الخفجي احنا؟ لا غاب ضيعين. الخفجي ساعة ونص. الخبر أربع ساعات ونص. يلا. زدنا ثلاثة. يلا روح. أول ما ركبنا الميكروفونات وقاعد شيك طايفين اللفة وطايفين المكدونالدز. المكدونالدز الحين وفي لازم ناخذ بطاطيات. لأن باقي ثلاث ساعات واثنين وخمسين دقيقة. صح. فبطاطيات. حلوة بطاطيات هاي. بطاطيات دايت. بطاطيات هاي يبطون عليها؟ لا يا بطاطيات جمع بطاطا. ايه ريحه. اسم المكان اللي احنا رايحين له اركان سكوير. حق الدرب. دايت. متاكد. بوست حق الدرب. بسكوتيات. البطاطيات لازم بسكوتيات. صح. شكلنا مهاجرين. كميل. أربع ساعات الدرب. بس قول هالدرجة. كيز برجر. ما تقول لا. كيز برجر توقيتها. سعيد رايح بوصل. إحنا واصلين تكا. عند الحدود. والله درب. حر. هو الحر والتكييف قاعد يسوي لنا إشكالية. حيل. قاعد يدوخنا. ماكدونالدز خلص. شو؟ في كيز برجر. خلص. بس. احنا مو مصورين. رحنا عمت علينا. لا اي صح. صورت بس ما حطيت، فالناس ما تدري انه فلينا الرجيم. ما خلينا بطاط ولا لوتس ولا جلي. لا ولا شيء. لا اعوذ بالله. قاعد اشرب ماي. بس ماي. ما في بيبسي. ماي ماكدونالدز. حتى الماي ما يعني ما يترقع. فضيحة. في محطات جديدة قاعد تطلع خصوصا صوب الكويت. بس بالنص ما في شوي. تحس انه قاعد نبوش ايه، وهم قاعد نروح لهم كون دخلته مو واضحه. ايه طفنا محطه. هو قاعد ندور قهوه. قهوه. نبي قهوه. شربت قهوتي الصبح. انا لا ما شربت للاسف. إيه. حاسب صداع. تفرق. ايه. ان شاء الله الحين المكان اللي بنروح له في قهوه سنع. هو في قهوه بس سنع ولا مو سنع الله اعلم. يعني سبيشالتي كوفي. لا 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 انسى انسى. شباتي كوفي. ممكن احصل شباتي كوفي. شباتي كوفي ممكن في شباتي كوفي. لا والله ساعات في بعض المحطات يكون فيها يعني صح شيء مرتب يكون. مرينا على وحده كان فيها ماكدونالدز وهذا بس طلعت مسكره. ارض خضراء وايد اماكن. وايد اماكن مرينا ارض خضراء. او في مثلا شو اسمه؟ العرفج ما عرفج. في زرع يعني ما تشوف اصفر خالي نفس اللي عندنا يعني. إيه. تشوف في اكشن. ايوه في اكشن. عندهم اقوى. اقوى شنو بغيت اقول انا ضيعت. أقوى كوكيز. سعيد زوبة. مطعم زوبة. زوبة. الوضع مصري يعني. ايه ثلاثة المعصفرة. أيوة. حواوشي وحنلعب. مو أول مرة يلا بس كنت جاي لفرع إثراء. الحين جاي الفرع هذا. نعطيها. ايه حيل. نجرب حيل زوبة. صارت يا سعيد صارت. شوف المنيو وشوف شو يصير. يلا عيش. ايوه اثنين طعميه سبايسي، اثنين طعميه معصفره، واحده سندويتش معصفر، حواوشي عاد. بعد سنه وشوي اخيرا ردينا السوق. يا جماعه الجزاف قاعد يطلب بس انا ما ادري ايش كان قاعد يقول، ما ادري ايش قاعد يطلب. وشوارعي هو ما ادري شوارعي شنو اكله شوارعي، ما ادري شنو اكله شوارعي بس هو ناكل ويشوف. يلا يا برنس. يا هلا يا هلا. عسل مسعود. اسم الكريم ايه؟ اسمه عمرو جابر. ايه لا عمرو جابر. احلى حواوشي. يا سلام. لا سجق طبق. سجق احلى طعميه ليمون. طعميه مشطشطه تستاهل بقك. اوب 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 الف انا وشوفها يا باشا. وده سندوتش طعميه. يا نهار ابيض. سلطه الطحينه. واوعى بقى دي سلطه الطحينه. بص المفاجاه. السلطه فين؟ بص المفاجاه دي. يا نهار ابيض. قفص على العيش بالقفص. الله 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 حبيبي. تشكر يا بعد راسي حبيبي. ابو سعيد. اي انا شكلي مشطشطه. بجرب شنو مشطشطه. هذا الليمون معصفره. ماي معصفر.
فلفل فلفل وايد ها؟ فلفل فلفل ديلو والله شنو اول مره تمر علي اي هذه يعني هذه مره صدمه حضاريه في ليمونه داخل انا صورت بزعيد وايد بس انا متشفق على المكان اكثر منه دمجت بالليمون انا ها شطشطه مشطشطه خلينا نشطشطها هي الاكل المصري بليفل ثاني هلا ابو سعيد خدرنا خدرنا وايد صدقي ايه لا صدقي عندي خبر حصري بس ما اقدر اقوله شنو اقول لك يا اذا الكاميرا بعدين؟ طفت بعدين ايه ابو سعيد وين بنروح كافيهات كافيهات في زاد السلطان وليمه السلطان والركن الذهبي هذه اقتراحات في مطعم رافتار ومطعم ماما رباب وفي ثقال ثقال ذول ايه كلهم غدا هذول نبي حلو نبي حلو ايه. ايش دعوه ما حد اعطانا حلو ما حد اعطانا تصدق سكشن بي سكشن بي شكله جيد ووك وكنتاكي حبيبي ووك وكنتاكي موجودين عندنا بالكويت نبي شيء مو موجود نبي شيء جديد اي او ما سمعنا فيه حتى اذا كان موجود بالكويت ما سمعنا بالضبط ففي الاقتراحات اللي توه زينه بس سكشن بي شكله حلو برجر برجر هم عشاء بعد ايش نسوي نبي كافيه 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 احنا نمسك الخط كان شفنا كافيه حلو شكله مرتب دسنا فيه نعطيها يلا بينا يلا وسعيد هلا بالعود رحنا المكان المقصود وصلنا وصلنا المنشود بالضبط وصلنا وصلنا المكان المنشود يا هلا يا مرحبا اهلا نورتوا اهلا يا هلا شنو هالمكان الحلو انت الحلو يا معلم شنو الجمال هذا يا هلا بك هلا فيصل يا هلا يا هلا بالطيب شلونك يا مرحبا شو اخبارك ها بتدلعنا كنا ابشر بسعدك اوه شيء مرتب شيء مرتب في ماله حلو قاعد اشوف كنا بنجرب ونلعب شوف الغوري شوف الغوري يا هلا نواف يعطيك العافيه شلونك ما ادري اني قاعد اصور حسوا قاعد اعدل ظنيتك تصور الشاي اي لا 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 قاعد اصورك شلونك شخبارك عاش من شافك ما بغينا نشوفه شو السالفه يا اليوم نجمعكم اياه وانت ما بغينا نشوفك نورت الكاميرا صح نورت الكاميرا ايوه مبدع مبدع يا حبيبي شنو هالاشياء الطيبه هذه شاي سعدون وهذا بعد كركديه ها كركديه مبين شغل مرتب تبارك الرحمن ها ابو سعيد سمعت شلون قالها شاي مالتنا قالها لا مو مالتنا زاد عليها ايوه انا يوم اشوفكم لازم احول شوف لابستم كويتي ايه بعد ايش تبي احسن من كابشن يشتغلوا شو الاخبار تمام انزين شنو هالحركات هذه شنو الابداع كل شيء مرتب تبارك الرحمن شاي سعدون يعني من الاخر اوه بحط لكم العنوان والاكونت الاجواء خياليه وحسام الرسام مبدع هني بدون مجامله ايش رايك بالمكان والله العظيم انه خطير خطير والله عجب كم مريت له شوف جيت قاعد خزه قاعد خزه قاعد خزه يوم الافتتاح وهذه ثاني مره والله العظيم الشغل ايش اسوي بعد عندي شغل والله عندي شغل والله كفو والله ما راح تجامله صاحبك ما راح تجامله اي بشربه بدون شكر عشان يبين الشاي ايه. مضبوط ولا مو مضبوط عشان التعليق وين روح تعال انحاش انحاش من التعليق اي يبين يا جماعه قوي مخدر صجي مخدر مخدر بالبر هذا عرفته بتعب عليه يابا بدون شكر قوي صراحه لا الشاي مو زين شاي مو زين صدقني الشاي مو زين قلت لك ايه شاي مو زين هذا ايه. اذا انت قلت مو زين يعني زين الله شوف مستوى الثقه محتوم شكر ايه لا بس بحط شكر خلينا نجرب الشاي مخدر مع الشكر اوه لا 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 عالمي لا عالمي تهجع على بنا تصوير وصاحبه ضبطني زيادة مبين يعني مبين حس تبيان لما احنا مو موجودين ماكو شيء اي صح مبين اسمع اسمع صوتك ايوه ايوه
لا زين لا زين زين زين, زين, زين. الطقه صح. سؤال الكركديه البارد ينزل الضغط ولا يصعد الضغط؟ ينزل ما ادري لا ينزل ما ادري كنت ولا ينزل ولا يصعد واحد ينزل واحد يصعد هذا كركديه وما راح اقول لكم هذا ايس تي كركديه فيه خلطه عالمي اشوف مشكلة ما اقدر اجاملهم راح اكتب كل الارقام والتقييمات تحت ها ما اقدر اقولها الحين تتدور موجود صاحب اي صاحب الحاله موجود ما اقدر ها ابو سعيد شلون الانطباعات؟ انا شغال شاي لا شغال سعدون يعني حيل شاي سعدون وايد سعيد مع سعدون شنو هذا؟ ستيكرات شاي سعدون كفو عدل الماركتينج لعيب اقول حق يوسف عطني من وين مصادر الشاي الحليب الدنيا ما يقول حطينا شكر خلينا نشوف عاد لا تعدل وهو مطبوخ زين بس مع الشكر تعدل اكيد مع الشكر انا بالنسبه لي الشاي اقوى كاكسبيرينس خليته منك الحين شاي اقوى وال كركديه عالمي بلحاش منه اول شيء نورتونا وما اعتبرها زياره هاي زياره سريعه مو محسوبه ابدا زين. ابدا زين. كلش وبعدين لان انت قلت اولا اجبر الثانيه ثانيا اذا جيتوا زيارات هاي السريعه نفس كذا انا راح تهاوش ويانا بنهي علاقتي الله يعطيك العافيه كثر الله خيركم نورتونا وكان كانكم اي احد من الكويت او من اي دوله خليجيه يجي عندنا او من اي مكان في العالم حياها الله مكان كانكم وين مكانكم عنوانك وين عنواننا يا طويل العمر في الخبر الشماليه طريق السويكت الامير بندر جنب بندا حرفيا سوبر ماركت بندا عند بندا اي نعم نواف هلا بدعت الله يعطيك العافيه وما قصرتوا والله حبيبي نورتونا على خير بالكويت ان شاء الله بالكويت خليه يبرد الجو ان شاء الله اول ناس جايين على خير يا حبيبي يا هلا ابو سعيد متوجهين الحين رايحين سكشن بي بعد ما عدينا الشباب توه الله يعطيهم العافيه كلا واحد نصحنا بسكشن بي شو رايك انت؟ انا قاعد اشوف المنيو مالهم شكله جيد و 1400 واحد مقيم ومعطينا 4.3 يعني تقييم قوي مفروض على 1400 واحد انا صارت فيني من قبل قيموا البيك 227 ادمي وطلع ما في مطعم للحين ما خلص بس هذا موجود والناس تندحه وما شفت احد قال لي لا تروح العموم ينصح فيه فالله يعطيهم العافيه اللي نورني عليهم على المطعم شباب اللي يتابعوني بالانستغرام حساباتي تحت موجوده تابعوا التغطيات الخنفشاريه ان شاء الله بالخبر وغير الخبر يلا بينا خبر ووك ليش انا مصمم خفجي مصمم فرق 300 كيلو بينهم يعني شكله خوش مكان اي زحمه يعني ما في مواقف شلون ناخذ الحين سكشن بي وهل عنده شو اسمه في مجال ان ناكل منه اتوقع يا ريت والله اذا ما في مجال نغير نشوف شنو نقدر ناخذ غيره لقيناه اخيرا يا هلا ابو سعيد يا هلا شنو والله قاعد اشوف المينيز مالوتو اوكي في وحده واقيو شنو زين هذا الواقيو هذه بس فيها شيء فيني حساسيه منه بس بطلبه اللي هو ترفل نجرب والله شكله قوي شكله لذيذ شكل المطعم مثل ما مدحوا لنا اياه ما اقدر اصور بعيد وايد لانه في حريم بس عموما لوكيشن ماله وايد حلو ترى وايد حلو المكان وين نشوف شنو نختار وشنو ينصحنا فيه طلبنا كل منيو المني حلو شنو اللي طلبنا واحده اسمها السي مني وهذه تشيكن تصير شويه حاره وفيها رلش الحين نجرب شلون طلبنا الواجيو الدبليو مني مالتهم وطلبنا البيمني اللي هي السبيشل مالتنا فخلنا نشوف شنو طلبنا لودد فرايز انت طلبت وطلبنا سويت بوتيتو ومشروبات غازية هذا المكان بشكل عام اول مره اجيه ما ادري ايش الوضع هل هو يعتبر من اماكن الكشخه ولا العاديه بس الشعور اللي قاعد اخذه من المكان انه مكان كشخه هذا وايد مهم تدرون ليش يا جماعه
عشان يسهل الدنيا. لا تخش لان طالبين طلبين فيهم فلفل. ايه مهمين دولي. راح نلعب نلعب بالحلال. والله خوش شعور هني يعني حسيت بالاجواء الطيبه. طبعا مو حر مو حر نفس الكويت، في حروره خفيفه بس مو مثل الكويت. يعني شوف بالليل هالحزه صعب تمشي عندنا. تدري وين جايني الشعور هني؟ نفس وين؟ نفس المهلب. عرفت المكان الجديد مسوينه؟ صح صح اللي هو الاندلس. اي بس هذا اكبر. ايه محلاته وايد اكبر. صح وايد وايد وايد. ايه كان احلى. خلينا نشوف هذا اللي يمدحون لنا اياه. ترى عنده فروع وايد. ها في شيء بالرياض، في شيء هني، في شيء اعتقد حتى بالغربيه. اذا حلو ندقهم سلفيون لكوت. ما في مشكله. خوش اكشن. يا اشوف. ايه بعدها بتروح عندي اليوم. راح نلعب راح نلعب. اوبا جزر. جزر. مو جزر؟ كثر جزر، كثر جزر. جزر زين؟ لا مو زين جزر؟ مع صوص. رهيبة. جزاف. أنا كليت الجزر انصدمت. الجزر لذيذ؟ جرب. مو قاعد أضحك. الشيئين وايد قوية. معنى البطاط. وجبن وبيكن بس معمولين صح فريش. قرمشتهم حلوه وايد كريسبي. مبهرين صح. اعتقد نفس الخلطه هنا وهناك كبهارات. فلفل اسود ملح اشياء خفيفه كذي بهارات خفيفه بس معطى طعم. الملح اللي هنا عياره صجي شنو دار سينا. شوف ما ادري مبين وياك في شويه حبات مو مبينه. ونشوف الجزر على قول بوسايب مع السوس. انا اول شيء عبالي ضحك كذي يعني بس والله حلو والله لذيذ. السوس جبار. مو رانش. لا مو رانش بس بلو تشيز بس مخلوط باشياء. اعتقد بلو تشيز. هذا جزاف دورك. اي هذا الحين البي. ها هذه البي السيجنتشر. هذا قلت لي اقل واحده فيهم. اي انا عندي هذه اقل واحده. البرجر محمشة مستوية صح. ما يعني ما أقدر أقول لكم مألوف ومو مألوف. يعني أحسه مر علي وايد بس لذيذة. يعني ممكن أعطيه 45. هذا اللي قلت لك اللي مو وقفة واحدة. روح التشيكن. نروح التشيكن. هذا التشيكن ثاني احسن واحدة. في طعم غريب عشان تي عضيت العضه الثانيه. هذا شوف شوف انا كليت الدياي خالي عشان اصيد انه هو الدياي التتبيله مالته. يعني اذا بطيح فيها بقول لك 48. ما اكل منه من قبل يعني تعرف مو غريب. غريب وايد. طعمه حلو معمول صح بس انا بالنسبه لي ما كان وايد غريب. يعني لو بالنسبه لو الاول والثاني البي عندي شوي اغرب من هذه. هذه يمكن جربت مطعم قبل فتره موجود اخر من اخر تجاربي مانش مانش تقريبا فيه شيء مقارب حق هذا بس هذا لذيذ ومعمول صح. فاهم اعطيه 45. نشوف عاد الواقي. اوبا انا اعشق البرجر. هالطعم اول مره ذوقه. مع الميديوم مسوي شغل. هذا 50. هذا وهي تضحك. ختموا اللعب. المطعم ياخذ 50 وهو يضحك. بس اعتقد يعني هاي التجارب اليوم يمكن نسوي شيء او ما نسوي شيء. الله يعطيكم العافيه. ختمناها مع ال 50 من سكشن بي واجيو. وبنعيش انا ابو سعيد الحين. ما نعمل عليكم اي شيء. هذا راينا هذا تنمية الشخص. من اي شيء نقول. السلام عليكم. مع السلامه ابو سعيد.